بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من كان 2019. النهاردة الحقيقة كان يوم جميل جدا بالنسبة لمنتخبنا الوطني. كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان متواجد في بداية التمرين أو قبل التمرين الحقيقة، وفضل فترة طويلة الحقيقة مع لاعبي المنتخب، وتم تحفيزهم الحقيقة، وكلام محترم جدا جدا من السيد الرئيس النهاردة. قد إيه هو بيتكلم عن القيم الأخلاقية للاعب جوه الملعب، القيم الأخلاقية للاعب جوه الملعب، وقال للاعبين ان هم مثل ومثل اعلى لكثير من الشباب اللي في سنهم. طبعا كل لاعبي منتخبنا الوطني كانوا او هم بالفعل مثل لكل الشباب المصري، محمد صلاح والنني واحمد حجازي وعمرو ورده ووليد سليمان وطارق حامد، كل اللاعبين اللي متواجدين الحقيقه كلهم مثل اعلى لكثير من الشباب. قد ايه الرئيس قال لهم لازم تحافظوا على هذه القيم والاخلاق جوه الملعب وبره الملعب، لان انتوا لكم دور كبير جدا جدا مع الشباب خلال الفتره القادمه. وزي ما حضراتكم شايفين دي صور لزياره السيد الرئيس لتمرينة المنتخب الوطني النهارده، كانت حاجه رائعه جدا وكانت كلها تفاؤل، وكل اللاعبين وعدوا الرئيس الحقيقه وقالوا له نحن هنعمل شيء جيد ان شاء الله في بطوله كاس الامم الافريقيه، وهنظهر بالمستوى اللائق سواء من الناحيه الاخلاقيه او من الناحيه الفنيه جوه الملعب. طبعا التقى الرئيس بكل اللاعبين، وبعد كده تفقد بقى المنشآت الرياضية اللي موجودة في استاد الدفاع الجوي، وراح بص من هنا ومن هنا. الحقيقة كانت زيارة جميلة وزيارة مفاجأة. اعتقد هذه الزيارة هي زيارة تحفيزية وكبيرة جدا للاعبين، بشكل كبير جدا للاعبين، لانها الاهتمام بمنتخبنا الوطني خلال هذه البطولة من اول سيادة الرئيس لغاية اصغر واحد لسه مولود، اللي لسه مولود كمان عايز او بيهتم بمنتخبنا الوطني وباخبار منتخبنا الوطني وبالاستادات وشكل الاستادات. زي ما حضراتكم شايفين الدولة الحقيقة أو المسؤولين اللي موجودين في الدولة قد إيه بذلوا مجهود كبير جدا 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 خلال هذه الفترة، على الرغم من هي فترة قصيرة جدا، إن أنت تنقذ بطولة أمم أفريقيا من الفشل الحقيقة، سواء أنها كانت هتتعمل في الكاميرون وتناطح جنوب أفريقيا اللي كانت بالفعل مستعدة لهذا الحدث، ولكن مصر أصرت الحقيقة على المستوى او على اعلى مستوى الحقيقه لغايه اقل مستوى. كل الناس كانت مصره على وجود كاس الامم الافريقيه كان 2019 في مصر هذه الفتره، وبالفعل الحقيقه الكل كان قد المسؤوليه. زي ما حضراتكم شايفين تطوير كبير جدا جدا لكل الاستادات اللي موجوده او اللي هتلعب فيها المباريات، حتى الاستادات بتاعه التمرين الحقيقه اشكال جميله جدا وبنيه تحتيه رائعه هي الاساس الحقيقه. وفي نفس الوقت التطوير اللي حصل سواء في استاد القاهره، زي ما حضراتكم شفتوا الصور اللي كانت امامكم من شويه لاستاد الدفاع الجوي، وكمان استاد السويس الجديد، واستاد اسماعيليه، واستاد اسكندريه، كل الاستادات الحقيقه، واستاد السلام، كل الاستادات اللي موجوده استادات رائعه. وبالفعل اصبحت مصر مستعده وبشكل كبير جدا 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 لاستضافه هذه البطوله او لافتتاح هذه البطوله ان شاء الله يوم 21 يوم الجمعه القادم، في اولى المباريات اللي هتلعب ان شاء الله منتخبنا الوطني سيلاقي منتخب زيمبابوي. وبالتالي زياره مهمه جدا، زياره في توقيتها الحقيقه، يعني شوف سياده الرئيس جاي قبلها باسبوع الحقيقه يقعد مع اللاعبين ويقول لهم قد ايه ان الناس كلها مهتمه، قد ايه ان المسؤولين كلهم مهتمين بهذا الموضوع، قد ايه ان الناس كلها عايزه المنتخب يفرح او يفرح جمهوره خلال جمهور المصري ال100 ولا ال102 مليون اللي موجودين دلوقتي، يفرحهم خلال ان شاء الله الشهر اللي كان اللي هيبقى موجود بدايه من يوم 21/6 ليوم 19/7. زياره مهمه، زياره في وقتها، نتمنى ان شاء الله ان يكون لهذه الزياره عائد كبير لمنتخبنا الوطني. والحقيقه كلمنا معظم اللاعبين النهارده كلهم كانوا مبسوطين، كلهم كانوا فرحانين، كلهم عندهم الحافز الكبير لبدايه البطوله. ان شاء الله ان شاء الله تكون بطوله رائعه في كل الاشكال، سواء من الناحيه الفنيه او من الناحيه التنظيميه. والبدايه كانت مبشره، يعني خليني اقول لحضراتكم ان البدايه بعيدا بقى عن النواحي الفنيه، يعني شويه البدايه مبشره. البدايه بعد ما كنا بنسمع ان هناك تذاكر بتتباع مثلا في السوق السوداء، كنا بنسمع ان في ناس معينه
كانت في اتحاد كره قدم سابق كانت بتاخد حاجات وتبيعها وتعملها وتذاكر والكلام ده كله، حتى لو كان الكلام ده غلط دلوقتي محدش يقدر يقول الكلام ده، دلوقتي محدش يقدر يتكلم في هذا الموضوع، دلوقتي محدش يقدر يقول انا عندي واحد صاحبي هبعته يروح يحضر المباراه للمنتخب. لا، دلوقتي من خلال تذكرتي ومن خلال هذا البرنامج الرائع الحقيقه، يعني طبعا في بعض الاوقات الامور بتبقى صعبه، ولكن خليك ورا الموضوع لغايه لما تجيب الفان اي دي وتجيب التذاكر، كل حاجه هتبقى من خلال تذكرتي، سواء الفان اي دي او تذكره المباريات القادمه لمنتخبنا الوطني او لاي حد عايز يتفرج على مباريات منتخبات اخرى. فالبدايه مبشره، بدايه تنظيميه مبشره جدا 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 الحقيقه، سواء في هذا النظام الرائع اللي من المنتظر ان هو يحصل او يعمل به بعد بطوله كاس الامم الافريقيه مع بدايه الدوري الجديد، هتبقى حاجه مهمه. وبعدين بيني وبينكم حاجه محترمه جدا، حاجه محترمه جدا، يعني انا هخش على التليفون وانا قاعد دلوقتي قاعد في التكييف زي ما بيقولوا، وافتح التليفون اخش على البرنامج احط رقم بطاقتي احط رقم واسمي وكل ما يخص الشخص اللي داخل يعمل هذا الموضوع، وبتعمل الساين ان او تخش على تذكرتي وتدور بقى انت عايز مباراه منتخبنا الوطني مع زيمبابوي، واعتقد ان هي التذاكر بتاعتها انتهت، المباراه الثانيه المباراه الثالثه، اللي عايز يعمل اي مباراه اخرى، حاجات رائعه جدا وحاجات محترمه جدا جدا جدا. وبيني وبينكم هتبقى حاجة للقادم أفضل بكتير جدا جدا، بدل بقى زحمة شباك التذاكر ونقعد نجري ورا بعض والناس تجري ورا بعض، والسوق السوداء التذكرة ب 50 جنيه تتباع ب 1000 جنيه، والتذكرة ب 1000 جنيه تتباع ب 10000 جنيه، والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده، كل حاجة تبقى أونلاين، رايح عارف كرسيك فين، كرسيك فين، رايح عارف ان انت هتقعد في المكان الفلاني في الوقت الفلاني، كل حاجه هتبقى منظمه وكل حاجه هتبقى واضحه. خدوا بال حضراتكم الفتره اللي جايه الجمهور اللي هيدخل المباريات ان شاء الله، ان شاء الله الجمهور كله يبقى خلف منتخبنا الوطني، ولكن خدوا بالكم كل التحذيرات اللي هتبقى الامنيه اللي موجوده، اللي هي يعني اللي معاه ازازه اللي معاه مش عارف ايه الكلام ده كله، هيبقى هينزل بيه اعتقد نشرات خلال الفتره اللي جايه. خدوا بالكم محدش هيخش بهذا الا لما يكون سليم 100% وواضح هو مين، يعني اللي هيعمل حاجة هيتمسك، اللي هيعمل حاجة هيتمسك وهيتم عقابه. مش هيتم عقابه كده، لا، في حاجة اسمها قانون الشغب، قانون الشغب في قانون الرياضة، ده مهم جدا 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 سيتم تطبيقه خلال الفترة اللي جاية. عشان كده أنا بقول لحضراتكم نظام رائع، نظام مذهل الحقيقة بالنسبة لي وبالنسبة للكثير جدا جدا من اللي متواجدين في العالم. طبعا هيقضي على تجار السوق السوداء اللي كانوا بيكسبوا ملايين الحقيقة، مش ملايين يعني، ولكن آلاف كثيرة من بيعهم للتذاكر في السوق السوداء زمان، يعني لما كنا ياخد له مثلا 100 تذكرة ويروح يبيعهم، هي التذكرة زي ما قلت لكم ب 50 60 جنيه يروح يبيعها ب 200 جنيه ولا حاجة، فبيعمل فارق في الفلوس. دلوقتي مفيش الكلام ده خالص، كله من خلال الأونلاين، فبالتالي هي بداية رائعة، بداية جيدة، بداية خلتنا نبقى مشتاقين للبطولة، مشتاقين للبطولة، استادات رائعة الحقيقة، الواحد يعني راح زار استاد القاهرة واستاد الدفاع الجوي، حاجة جميلة جدا وفخر لكل المصريين الحقيقة، الاستاد الرائع استاد القاهرة واللي هيبقى فيه افتتاح، أنا متأكد إن هو إن شاء الله إن شاء الله بطولة كأس الأمم الأفريقية دي هتبقى أفضل النسخ في البطولات السابقة تنظيميا وفنيا، حتى فنيا. خدوا بالكم لما تيجي تتكلم على البطولة الأفريقية دي هتتكلم ان اللعيبه كلها خلصت الدوري بتاعه، محدش في دماغه ان هو مش هيلعب الماتش ده، وبالتالي يا اما هيتخصم منه فلوس يا اما هيرجع يبقى اللي لعب مكانه افضل منه فيكمل لعب هيبقى عنده مشكله مع النادي بتاعه، لا لا خالص. هو دلوقتي كل الدوريات انتهت، بطوله دوري ابطال اوروبا انتهت، بطوله دوري ابطال افريقيا انتهت، الكونفدراليه انتهت، كل حاجه انتهت، وبالتالي محدش مركز غير في بطوله الامم الافريقيه، وبالتالي انا متخيل ان احنا ان شاء الله هنشوف مستوى فني جيد جدا يليق باسماء المنتخبات اللي موجوده. احنا كنا مع حضراتكم خلال الاسبوع اللي فات شرحنا لحضراتكم النواحي الفنيه للمنتخب مصر والثلاث منتخبات، سواء زيمبابوي او منتخب زيمبابوي او اوغندا او المنتخبات اللي موجوده في او الكونغو، اللي المنتخبات اللي موجوده في المجموعه الاولى، وبعد كده شرحنا لحضراتكم المنتخبات المجموعه الثانيه. النهارده فاضل منتخبين، منتخب نيجيريا ومنتخب مدغشقر، شرحناهم لحضراتكم في الحلقة السابقة. النهاردة إن شاء الله منتخب غينيا
ومنتخب بروندي هنشرحهم لحضراتكم مع المجموعة الثالثة أيضا اللي بتضم السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا، منتخبات أسماء كبيرة جدا وأسماء رائعة. إن شاء الله نشوف بطولة رائعة من كل النواحي، النواحي التنظيمية، النواحي الفنية، أيضا النواحي الأخلاقية داخل الملعب. طيب خلينا بقى واحنا